نستقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في ولايتنا المديافة، الولاية التاريخية التي ضحت بالنفس والنفس بالأجل هذا الوطن الغالي. سيد الرئيس، إن حضوركم أطفى علينا نور وبهجة تملأ الأجواء. نرحب بكم بقلوب مليئة بالحب والوفاء لهذا الوطن، فباب الكيان نفتحه لكم بكل سرور. سيد الرئيس، إن زيارتكم تعني لنا الكثير، فقد زادتنا تشريفا وفخرا واحتراما وتقديرا. كل الحب والتقدير رئيسنا الغالي الذي شرفنا اليوم بهذه الزيارة المباركة التي تدفع العمل الدؤوب بما فيه من مصلحة للوطن والمواطن. المجد والخلد شهداء الأبرار. تحيا الجزائر، تحيا الجزائر. شكرا. عبد المجيد تبون الولاية انتي زوجو اكالي حرية كان اذا من ذسفل اثل اللي نزايا اثل اللي نزايا انصفي ساكي جانا اخام دخامك نكني سي خلاف نستغ نسود قنا غسيرم نموس نيصر بقى قرزن اكام انسالي سنجق مدمر ادغنيك ثمورة ادغنيك ثمورة الساتة وقنيتا نرافوز تكفوز تعقم تزاي نتيفسوز مني ترزع أذي قيمن تقلغنا غلفدا أذي أحمر بيم غراسن إسبلن سرح ينسن أفتزيار كوسع إسنا غسجودك أتذير وتيلي إسنا غسجودك أتذير وتيلي تذير في الزيار تذير في الزيار. Good morning everyone. Special thanks be to God for this beautiful day that gathered us with our great president, Mr. Abd al-Majid Tebboune. Mr. President, we are lucky enough to have a strong leader like you. We have been better to rely on. Thank you for being such an incredible president. May God bless Algeria and protect our people. Salutamus our marchers. Salutamus our marchers. شكرا.